والآن يوم زادت بعد الحيوانات سنضيف لهم بيطرية هني في نفس الجزيرة نسكنهم هني خليهم يعيشون بيطرية للعلاج يشوفونهم يلاحظون الأكل حقهم كيف يتغير كيف يجوز لهم كيف شو النوع اللي يصلح لهم أكثر واللي ما يصلح لهم. ارتبط المها العربي ارتباطا وثيقا بالمنطقة العربية، واعتبرته العرب رمزا للجمال بلونه الأبيض وقرنيه الطويلين وعينيه الواسعتين والبقع الداكنة على الأنف وحول العينين. إنه المها العربي الذي حباه الخالق بخصائص فريدة مكنته من التأقلم مع الحياة في الصحراء. في الماضي عاشت مجموعة من المها العربي في المنطقة الشمالية لشبه الجزيرة العربية حتى تخوم بلاد الشام، وامتد نطاق انتشار مجموعة أخرى من الربع الخالي حتى المنطقة الغربية لإمارة أبوظبي. لقد كان الحفاظ على المها العربي من الإنقراض من أنجح وأمتع القصص التي يرويها حماة الطبيعة، فقد أدرك المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان منذ بداية الستينيات من القرن الماضي خطورة التدهور البيئي وتطور وسائل الانتقال والصيد على هذه الكائنات المميزة، فأصدر توجيهاته بأسر أفراد منها ووضعها في حديقة حيوان العين. وبعد بدء عمليات تطوير جزيرة صير بنياس بدأ برنامج توطين المها بعدد لم يتجاوز 3 إناث وذكرين، وأسفرت الجهود المتصلة عن تكاثر هذه الحيوانات حتى وصلت أعدادها في مختلف أنحاء الدولة إلى سهاء 5000 رأس، مكونة أكبر مجموعة من المها العربي في العالم. وقد تشرفت الهيئة بتكليفها من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بوضع خطة طموحة لإعادة توطين المها العربي في مواطنه الأصلية في الإمارات، تتضمن عدداً من الإطلاقات التجريبية وعمليات الإدارة طويلة المدى للتأكد من مقدرة الحيوانات على استدامة حياتها في البرية. شرع الفريق البحثي والإداري في تنفيذ هذه الخطة تحت الرعاية الكريمة للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي العهد ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والرئيس الفخري لهيئة البيئة أبو ظبي، فتم اختيار المواقع المناسبة بناء على المعايير الدولية التي شملت دراسة طبيعة المنطقة ووفرة الغذاء والمياه ومناطق الظل والاختباء. واستعداداً لعملية الإطلاق الأولى تم تجهيز بعض المواقع المختارة في الأصلاب وأم الزمول وحميم وبناء الحظائر وزراعة بعض المسطحات وإقامة المظلات وتجهيزها بمشارب لتوفير المياه، وذلك بسبب افتقار المواقع المذكورة إلى أشجار الظل الكبيرة. لم يكتفي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله بالدعم والمتابعة، وإنما شارك شخصياً في عملية الإطلاق الأولى ليعود أول قطيع كبير من المها العربي إلى الحياة البرية في نفس المناطق التي اختفى منها منذ أكثر من 40 عاماً. يبلغ عدد أفراد القطيع الذي تم إطلاقه في عام 2007 نحو 117 رأساً، وصل عدد مواليدها في عام 2007-2008 إلى 31 مولوداً. وامتدت العناية بالمها العربي لتشمل كامل نطاقها التاريخي في المنطقة العربية، فاستضافت الإمارات المؤتمر الدولي الأول للمها العربي منذ عام 1999، وعملت مع دول المنطقة على إنشاء لجنة تنسيق إقليمية، واستضافت الأمانة التنفيذية لتلك اللجنة.
إنها بلا شك مساهمة أخرى في المشاريع الوطنية ذات البعد العالمي التي تضيف للرصيد الكبير لإنجازات الإمارات العربية المتحدة في مجال حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي، وتضيف أيضاً إلى الإسهامات والمبادرات المتعددة التي تعد مصدر فخر واعتزاز للهيئة، لكنها تشكل في ذات الوقت تحدياً كبيراً من أجل المزيد من العطاء والإنجاز.